الاستفندي ده ريتاج بيفكرني باحلى ايام عمري، بيفكرني بشهر عسلنا. فاكر ريتاج لما كنت بقشر الاستفندية كده واجي عند عينك واقوم عامل كده واطلع اجري؟ ايه القرف ده يا سيد؟ ذكريات زباله. شهر عسلنا ذكريات زباله؟ شهر ده يوم واحد. يوم واحد بس قضيناه من اوله لاخره في دريم بارك. وانت متفشخر قوي ان قضيت شهر عسلك في دريم بارك. وهو كان دريم بارك بس؟ مش خدتك وطلعنا على كارفور بعديها؟ رحنا عشان كان في عرض على عيش الفينو. دي كانت اول مره في حياتي اشوف فيها الفينو. ايام قمه في الرومانسيه. فاكره اول حضن يا ريتاج؟ اول حضن حضنتهولك في لعبه دوامه الكايزر. كايزر؟ اسمه قيصر. وبعدين هي رومانسيه ايه؟ انت حضنتني عشان كنت خايف من لعبه كنت هتعمل بيبي على نفسك. تصدقي فعلا انك زي القطط بتاكلي وتنكري؟ لا انا الحمد لله بصراحه. انا الشهر العسل بتاعي اتكلف 75 تذكره الدخول و12 جنيه عرض الفينو. لا والنبي، وال15 جنيه اللي ركبت بيهم الصاروخ مش دول كانوا بره التذكره؟ انا اللي دافعاهم يا سيد على فكره. صح. فخر. ايه عملت ايه؟ سلام عليكم يا جدعان. مفيش، كل ده كنت قاعد مع الست والست مشغوله جدا يعني. الست مين؟ انت قابلت هيفا؟ امال الست ام كلثوم؟ طب هي عملت ايه؟ وافقت؟ يعني كل ده كنت قاعد مع هيفا بنضحك ونهزر ونلعب سكره، عباره عن مكعب سكر كده. قالت لي انا عارفه ان انت اسم كبير يا كابتن فخر في الباسكت واسم كبير في الاخراج، وانا يشرفني اشتغل معاك جدا، بس انا عندي مشكله، جدولي مليان. قلت لها جرايه يا هيفا، هتعمليهم عليا انا؟ هات الجدول ونرتبها مع بعض، انا مش جديد في السوق، ما هي بتتظبط يعني. جابت الجدول بصيت فيه بكيت. ليه يعني؟ وراها ايه؟ لا 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 لا، البنت دي بتنتحر، دي خلاص بتخلص خلاص. ايوه جدولها فيه ايه يعني؟ عايزه تعرفي يعني؟ خدي عندي يوم السبت، اليوم كله من اوله لاخره في الكوافير. من الصبح لبالليل في الكوافير؟ ده شيء لا يتحمله بشر. انت بتتكلم في دي؟ يوم الحد، اليوم كله من اوله لاخره بتجيب بناطيل جينز. يوم الاثنين، اليوم كله من اوله لاخره بتجيب بلوزات جينز. يوم الثلاث، اليوم كله بتجيب صنادل جينز. يا ساتر يا رب، ده اسبوع جينز. مفيش بني ادم يا ابني يقدر يتحمل اسبوع جينز ده. خد عندك يوم الاربعاء، يوم مرهق جدا، هتنام اليوم كله من اوله لاخره. طب ما هي هتنام، ايه الارهاق كده يعني؟ لا ما هو اليوم مرهق من اوله فهي هتنام. حلوه قوي الحدوته اللي انت قلتها دي. نقول بقى الحقيقه؟ وانا باين ان انا بكذب قوي كده؟ الصراحه ما انت مجاريني من اول الحدوته، دلوقتي الصراحه عشان كان نفسي يا فخر اللي بتقوله ده يطلع بجد، كنت بحلم انه يطلع بجد.